كيف ما كتشوفوا هذه الدوره الثالثه هي تميزت بالنسخه باعتبارها عالميه هذا العام، يعني دوليه، نسخه دوليه بفضل مشاركه واحد العدد مهم ديال العارضين الاجانب من 6 جنسيات مختلفه، تركيا، ايطاليا، تونس، لبنان وهونغ كونغ بالاضافه الى المغرب. وكتشوفوا يعني واحد عدد مهم ديال الزوار اللي فاق العدد اللي كنا كنتوقعوا منه، يعني العدد المهم ديال الزوار فاق العدد اللي كنا كننتظر 3000 زائر، فلقينا بانه فتناه فقط في اليوم الثاني. دابا هذه الدوره الثالثه بتتميز بانه هي الانترناسيونال. الدورات الثانيين كانوا بحال صالون، فينا نقول حاجه بسيطه ضمن اوتيل، كانت الامور كلها ديالها مبسطه، بس دابا لما بتصير في صاله معارض وبتصير كانترناسيونال نضاف كثير شغلات فيها، كمساحه اكبر، مشاركه عدد من الذهبيه سواء من المغاربه او من خارج المغرب، الناس الاجانب مشاركين، نحن دوزنا مشاركتنا بشكل اكبر. الحمد لله هذه النسخه الثالثه يعني كانت ممتازه بزاف، يعني ما كناش نتصوروا غيكون تكون هذه المشاركه هكا. كاين شركات برانيه وكاين الحمد لله يعني شركات كبار في المغرب، يعني المشاركه كانت مزيانه، وهذا الشيء اللي نتمنوا تيشرف المغرب. حنا ما كنقلبوش فيه على الربح، كنقلبوا باش يشرف البلاد، باش يعني المغرب حتى هو يكون يتعرف عالميا في المعارض الدوليه بحال فيتشينزا، بحال تركيا، بحال هونغ كونغ، يعني المعارض الكبار يعني المغرب حتى هو يتشهر بان راه عندهم معرض ديال جولوري ديال الذهب والنقره والماتريال. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.